دائما ما يكون الحكم هو الملام الأول من قبل أي فريق خاسر بطواقمه التدريبية ولاعبيه وجماهيره والتي تصب جام غضبها على الحكم، فهل لا زال هو الحلقة الأضعف ويتعرض للسب والشتم والاعتداء بالضرب؟ وماذا عن الإجور التحكيمية والتي تتأخر في كل موسم عدة أشهر ويجتمع الحكام بعدها لإعلان إضرابهم عن التحكيم بعد عدم استلامهم للأموال؟ فما هي الحلول التي تحمي الحكم من الاعتداء؟ وهل تغير الحال اليوم وأصبح الحكم يأخذ أجوره بشكل اعتيادي؟ وما هو تقييم لجنة الحكام الحالية حسب وجهة نظر الحكام السابقين والحاليين؟ هل ارتقت بالصافرة العراقية وذللت جميع الصعوبات؟ أم إنها لم تفعل أي شيء مهم ولم تختلف عن اللجان التي سبقتها؟